أما هلا سلمى بننتقل لفقرتنا الأخيرة بحلقتنا الاستثنائية بمناسبة عيد المعلم وحصة كبيرة للتفوق واستمرار العملية التعليمية، مجهود كبير بيقوم فيه الطلاب لنيل درجة التفوق بالإضافة لجهود جبار عم يقوموا فيه الكادر التعليمي. لنحكي عن التفوق والريادة في التفوق معنا نموذج ريادي تنسيم القادري، طالبة متفوقة في الشهادة الثانوية الأدبية، وأيضا الطالب علي محمد ديب متفوق في شهادة التعليم الأساسي. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. رح بلش معك تسنيم، وخلينا نحكي عن تجربتك بالتفوق، ونحكي أكثر. أول شيء تعرفي المشاهدين عن نفسك، خليني أقول المراتب اللي وصلتي لها والتفوق اللي قدرتي تحصل عليه. أنا طالبة تسنيم القادري، حصلت على المرتبة الرابعة على مستوى القطر، وعلى المرتبة الأولى على مستوى محافظة دمشق، يعني بمجموع عالي نسبيا قدرت اني اتفوق واخذ هاي المرتبه. وحضرتك؟ انا الطالب علي ديب، هلا حاليا صف 10، جمعت العلامه التامه بالصف التاسع بشهاده التعليم الاساسي وجبت المرتبه الاولى على سوري. طيب خلينا نحكي، التفوق يعني بقي حافز لكم خلال التعليم رغم كل ظروف الحرب وسنوات الحرب اللي أثرت بشكل كتير كبير على العملية التعليمية والحياتية اليومية. خلينا نحكي عن هيدا الحافز معك تنسيم وعلي، الإرادة اللي عند الطالب ليتحدى ويكمل. عم نحكي عن تفوق ونيل مراتب على مستوى الجمهورية. صح، برأيي أنا الحافز المعنوي والذاتي هو الحافز الكبير. يعني أنا كنت عندي إرادة قوية كتير أني أنا فوت الفرع اللي بدي إياه، الفرع اللي بحس أنه من خلاله أنا بقدر أني أثبت وجودي أو أني أدرس وأشتغل بشغف كبير. فالحمد لله فتت الفرع اللي أنا بدي إياه واللي هو الإعلام. الحافز كتير كبير واللي شجعني عليه كتير المحيط يعني. ان شاء الله قريبا بنشوفك معنا، اكيد بتكوني من المتفوقين، بنشوفك اكيد على باي مكان بتحبي تكوني فيه ضمن مجال الاعلام، سواء امام الشاشه او خلف الشاشه، باي مكان بتكوني من المتفوقين ايضا بهذا المجال. خليني انتقل لك، نحن لساتنا هلا صف عاشر، انت يعني نحن نقول تفوقنا بشهاده التاسع، مزبوط؟ خلينا نحكي عن الحافز، ويمكن قديش كان المعلم هو جزء مهم لتحفيزك، قد كان في دور لمعلمينك بكل المراحل التعليمية وصولاً لشهادة التعليم الأساسي لحتى قدر توصل تتفوق بالشهادة. هلا أكيد أنا كان عندي هدف، أول شيء بلشت من بداية السنة كان عندي هدف وكان عندي إرادة قوية وتصميم كمان إنه هيك جيب هيك علامة، ومساعدة الأهل والأساتذة، كانوا الأساتذة كتير داعمين إلي يعني من ناحية معنوية ومن ناحية الدراسة، ساعدوني لجيب هيك علامة. تسنيم خلينا نحكي معك، قديش في جهود كبيرة يمكن بيقوموا فيها المعلمين لتحصيل الجانب العلمي بشكل كامل للطالب للحصول على درجات متفوقة، وخصوصا لما تكوني بمدرسة متفوقين كمان هذا مجهود إضافي يمكن ومسؤولية عليك. ففي علاقة تبادلية بين المعلم والطالب لاستكمال العملية التعليمية والوصول لنتيجة متفوقة. طبعا يعني الكادر التدريسي كان كله متعاون وعم يحاول يوفروا لنا قدر الإمكان يعني الجو الدراسي المناسب، البيئة، الحافز والدعم المعنوي. يعني هنا كانوا حاملين مسؤولية إنه نحن طلاب بكالوريا وبدون يساعدونا، بدون يحاولوا يوصلوا لنا المعلومة الأقرب الأنسب. أسلوب قد إيه بيلعب دور؟ طبعا كتير، يعني علاقتنا مع الأساتذة كانت كتير جيدة، كانت مبنية على الاحترام، على قديش هن واثقين بقدراتنا، قديش هن ممكن يطلعوا منا شيء كتير كبير يعني. أكيد علي كمان، يعني خلينا نحكي اليوم جزء كبير مثل ما حكينا ومثل ما أنت قلت إنه في عندك أنت كان إرادة إنك أنت تتفوق وتتميز، ما تمر بهي المرحلة من المراحل اللي هي كتير مهمة بتحديد حياة أي طالب، الشهادات إن كان شهادة التعليم الأساسي أو الثانوية. قدي كان عندك هذا الحافز ولهلأ مستمر؟ بلشت تخطط لقدام، أنا بدي أدخل مثلا فرع معين، بدي أكمل بشي معين، لأنه دائما المتفوق ما بيخطط لمرحلة، لا هو بيحط بباله وأمامه منظور حياته بشكل عام. حطيت ببالي يعني إن شاء الله حاط ببالي هدف إنه كمل دراسته وهيك يعني، وفوت فرع أنا بحبه،
يعني وهيك. شو حابب يعني تكمل بشو؟ يعني حابب ادرس طب ان شاء الله اذا بصير. ايه و... طبيب ان شاء الله. يعني حاطط هيك هدف في بالي ان شاء الله. طيب بالاخير كلمه اخيره بتحبوا توجهوها لكل الطلاب اللي عم يتابعونا، انه صحيح في ظروف صعبه وقاسيه، لكن طول ما عندك اراده واراده صلبه بنقول فينا نحقق الهدف وفينا صح. نكمل تعليمنا ونوصل لمراتب عاليه. اول شيء بقول لكل الطلاب انه الاراده هي اهم شيء، حاولوا انه تتغلبوا على الظروف ما هي تغلبكم، والخوف اللي بيصير بفتره الامتحانات والدراسه هذا الخوف نحوله لدافع لحافز لنا. تنظيم الوقت، المتابعه اول باول، هذا الشيء كان كله يعني بيصب بمجال انه الواحد يتفوق بالتحصيل العلمي. صحيح، تفضل علي. بحب اقول لكل الطلاب والشهادات هلا، يعني مثل ما قالت رفيقتي، المتابعه من اول شيء وعدم الاهمال وتنظيم الوقت هي اكثر شيء. اكيد بدنا نشكركم وبنتمنى لكم التوفيق. الك علي ان شاء الله بنشوفك حاصل على مراتب عاليه في الثانويه، ولك تنسيم اكيد من الاوائل في الكليه والجامعه. شكرا كثير لك. شكرا علي. شكرا تسنيم، ومثل ما قلت بتمنى نشوفك قريبا متفوقه شكرا. ايضا بمجال الاعلام، ونشوفك طبيب بالاختصاص اللي انت بتحبه. شكرا لكم.